هادو حراقة مهاجرين غيقطعوا من الحدود ديال المكسيك لأمريكا. وهاد البلاصة هادي بالضبط تيقولوا ليها رينوسا. هاد البلاصة هادي اللي ما يكونش كعرفها إلا كنتو كتعقلوا على واحد الدري يوتيوبر مغربي تاهو كان بغى يدير هاد المحاولة وما صدقاتش ليه. سميتو زيزو فلوغ. زيزو فلوغ واحد الدري ما تيسرالش ليه ولكن ماشي مشكل، ولكن دار محاولة واعرة. كيف كتلاحظوا هاد الأشخاص هادو غيديروا واحد المحاولة ما دارش زيزو. زيزو ما بغاش يدير بحال هكا، هادي صعيبة، هادي خصك تكون ود البلاد ود المكسيك، فهمتي؟ هادي باش يغامروا معاك هما بحال تتكون صعيبة. اما زيزو فلوغ كان بغى يدخل من الحدود. كاينين شي بلايص ماشي بهذه الطريقه، هذا كاينين بحال قلت شي بلايص اخرين تي فهمتيني كتمشي على رجليك تتنقز واحد البلاصه فهمتيني. اما هذه طريقه هذه طريقه كما كنقول لكم، يعني خصك تكون في شكل. شوف شحال خدام معاه من واحد هذا الحراق هادو العربه. او والله جمع انا كنتفرج فيديوهات ديال الحراقه ديالهم هما ديال امريكا اللاتين وهذوك، ولكن هاد الحركه هادي غريبه. وتا هادو اللي كيصوروا شكيت فيهم معاهم حيت الطوموبيله ما يمكنش ليها، خصكم تفهموا هاد الحاجه، الطوموبيل ممنوع ما عندهاش الحق توقف في هاد المنطقه هادي، كتسمى بحال قلتي منطقه محظوره، يعني الطوموبيلات خاصهم يكونوا تيتمشاو، ممنوع على الطوموبيله توقف ستاسيوني. وهاد الحدود هذا كما قلت لكم سميتها رينوسا. هذه المنطقه بحال قلتي جات في اللاكس، جات في الوسط في الخريطه. وهاد البلاصه بحال قلتي ساهله من المراوغات، كيف كتشوفوا راه كاين شانطي من لهي وكاين شانطي من هنايا، راه ماشي جهه اخرى فهمتيني، زعما ماشي غير صحراء، لا زعما غير رمله وداكشي. كاين حتى هي شانطي بحالك، كما كاين شانطي هنا كاين شانطي تما، ولكن ممنوع الطوموبيله توقف، توقف تجي لك البولي الدوريه كيف كتلاحظوا. نشوف شوف ديري اللي اجي ديري داكشي خطير اصاحبي. شوف هاد وهنا غيدوزوا ثلاثه الحراق، أربعة ثلاثة لا واحد واقيلا غير كيمشي فيهم باش يحيد السلالم. كما قلت لكم زيزو فلوغ دري مغربي دار محاولة واعر، كان بغي هو بغي يصوفي راسو، ماشي جاتي واحد انه اللي جرى داكشي، ولكن زيزو دار هو مغامرة هو. راه الا تفرجتو شحال هادي راه عاش الرعب في امريكا اللاتين فهمتيني، كان باغي يمشي وما صعبوش الحظ ورجع، ودابا راه سهل عليه الله، دابا راه ولات عنده الجنسيه واقيلا تما، ولات عنده ديك البطاقه ديالهم، الله يسخر ليه الامور ديالو ان شاء الله. دابا واقيلا تولي تجي اوروبا عاديه، ولكن هو بالي انا ما باغيش لوروب. زيزو فلوغ وهذاك الدري يوتيوبر بالي باغي لامريك فهمتي، قال لهم انا ما عندي ما ندير باوروبا. كل واحد جو كيبغي فهمتيني، راه ماشي كلشي كيبغي اوروبا، كاين اللي كيتمنى فهمتيني امريكا، يعيش في امريكا، يعني حريات كتبقى حريات فهمتيني. وهاد الحراقه هادو راه سطاوني انا، غنخلي لكم فيديوهات عاوتاني، غنوريكم واحد الفيديوهات غتشوفوهم ديال كاينين. راه شوف امريكا اللاتين راه فيها شي حاجه خياليه، خلي عليكم داك الشيء ديال الناس اللي كيقول لك طنجة كيحرقوا بالفلاياك هذاك الشيء، راه دابا نتوما كيبان لكم بحال قلتي الانترنت، كيبقى يبان لك غير فيسبوك يوتيوب انستغرام، لا هادشي ديال العالم تحرك حتى هو بحال هكا كثير، ما بقاش تقول طنجة اللي فيها الحرق، راه العالم كامل فيه هادشي هذا، وماشي اي واحد تيحرك زعما غير بغي يصوفي راسو. كاينين عاوتاني شي وحدين كيكونوا عندهم مشاكل في الدوله ديالو تيبغي يهرب من الدوله ديالو فهمتو، يعني كيطراو بزاف ديال البلانات. داكشي علاش دابا هما كيمنعوا الهجرة، ما كيعرفوكش انت علاش جاي ديك البلاد وشنو غدير فيها ولاش جاي وفهمتيني واش نيه صافيه. وكيف كتلاحظوا هاد الحدود هذا شوفوا قداش راه كاينين مناطق، وحق الله تفرش في واحد السيري في الحدود ما تيقونيش اللي قلت لكم ما فايتش واقيلا واحد جوج المتر، جوج المتر، وغنوريكم بالدليل حدود ما فيه جوج المتر، يعني في العلو ديال هاد الصور هذا اللي كيبان لكم جوج المتر. المنطقة ما عرفتش بالضبط، خاصني نتأكد بحال دابا هي في فيلم ما تعطيوكش البلاصة ما تصور فهمتي، كيصحابني يتبعو من البوليس. واه ها هو هرب، الله تهرب شبيك شو الله شوف 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 عاوتاني زيدكم هادي عاوتاني يا الله، والله تهرب بالبيكالا شي هرب بالبيكالا اخوتي. او شي شنو كيديروا دابا بيناتهم،
يعني كيكونوا متفقين هذوك اللي في الامريكان كيكونوا عندهم ناس في المكسيك فهمتي. مثلا هو فاش غيحرق من هنا للمكسيك وغينقز تما لاميريك كتسنى شي حاجه من عطروبي كنعاود نقولها لكم في الامريك كاينه هذه انا عارفه في الامريك اما في المكسيك وقال مطرقه اليوم اللعب. اما في امريكا توقف الطوموبيل يوقف على البوليس خطيه مخالفه ماشي غيوصل لك وارك على وقفتي لا مخالفه شو هذا ماشي كيدير هذا هو بغى يحرق هذا كيطير اش شو هذا علامه السيد هذا تيطلع في الشباك كما قلت لكم في الامريك ما عندكش الحق توقف نهائيا في الشانطي هذا الحدودي هذا ما عندكش الحق. وهذوك الدراري ما فهمتش كيفاش ما جاش اليوم الدوري هاي سبحان الله انت اذكر وجه موقف اليوم ولكن ما كيقطع ما يقدرش يجي ولا تجي هذه عاد تيجي يشطبوا المنطقة وصافي بحال قلت كيشوفوا شكون ولكن راه الاخرين دازوا دابا الاخرين راه صافي زهقوا فهمتيني زهق ولكن راه ما واحد الحاجة خصكم تعرفوا عاوتاني دابا ذوك الدراري اللي هربوا دابا وسير مازال لهم فيلم هندي باش حيت البعيد المدينة هنا ادخلوا دابا الخريطة وقلبوا راه الرينوصا عرفتي فين كاينة زعما وقال بان لي تقدر تكون حدا شي بلاصه داكشي ديال تكساس ديك لعيبات ويقدر يكون عندهم صحابو راه كيما حطوا ليه بيكالا يزيد واحد 3 كيلومتر 5 كيلومتر يلقى شي طوموبيل ممكن دار سين خوطه نشوفها والله شوفها انت يلا شنو هي طوموبيل ما جا حطوا لهم داروا داك اللعيبات ديالهم دوزوا بهم اللي غيدوزوا من البوليس كيشوفوا فيهم ما عندهمش ما فهمتي راه راكم في الدول كل دوله والقانون ديالها ما عندهمش صيله انهم يتصلوا بهاد زعما الحدود زعما ديال المكسيك يقول لهم راه واحدين هاربين ما كاينش هادشي نعم دابا الاخرين هربوا البوليس غيكملوا يكملوا هذاك الشيء الاجراءات ديالهم عاديين ولكن ما شافوش الاشخاص الاخرين يعني ما شافوش دوك اللي هربوا ها نشوف وكأن شيء لم يكن راه مال خرج شوم يلا دات وهرب هذاك الشيء علامه صافي حنا راه مازال لينا الدواء ما بين طنجة واسبانيا كاينه واحد المسافه فهمتيني راه زعما الناس اللي كيبغوا يهاجروا راه كاينه صعيبه شوف هذه كيف دايره والهجره راه كاينه في العالم كامل راه ما كايناش غير في المغرب راه كاينين شي حاجات خياليين في لاتين راه غادي نوريكم دابا هذه راه عندهم بحال قلتي الضحك راه نسيت فيديوهات وما بغيت نحطهم ضمن ندير لهم فيديو خاص حيت كاينين شي حاجه خصهم يتطرقوا حتى يتمنعوا انهم يبوستاو كاينين شي حاجات ما يمكنش فاش كنقول لك ما يمكنش يعني خيال علمي هتشوفها غتبقى تقول ويل انا ما سجلت وعد على الهجره هذه تنعاود نقول في الفيديو ديالي وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا غير بارطاجيت معكم فيديو يعني باش تشوفوا الامريك كيفاش كيعيشوا كيفاش كيهاجروا الطريقه ديالهم الخاصه هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا خلي معك شي كومونتير عجبك الفيديو سيرش هذا الباسي هذا تخلي معك واحد لايك وتلاقوا فيديو جديد.